السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم في قناتكم أجمد كورة وفيديو ناري من طارق يحيى بعد مباراة نادي الزمالك والإنبي وخسارة الزمالك 2-0، وبيفجر مفاجأة وبيعلن إقالة فيريرا على الهواء مباشرة، وبيفجر مفاجأة من الكاف تهز الوسط الرياضي خلال ساعات لن تتوقعها. في البداية اعمل اللايك الجميل وشير الفيديو علشان يوصل لكل الناس. هنشوف طارق يحيى قال ايه ونرجع نستكمل حلقتنا ونعلق على الفيديو كامل في نهاية الحلقة. احنا بنتكلم على حالة عامة، الحالة العامة دي مسؤولية مين؟ الحالة السيئة العامة مسؤولية مين؟ في اسباب تانية اخرى، رئيس النادي طبعا مصطفى مرتضى مش موجود، كان بيحل مشاكل كتير، كان بيتدخل في اوقات كتيرة، كان عامل استقرار نفسي للعيبه بالتاكيد. رئيس النادي مش موجود، ده بيعمل نوع من الاهتزاز النفسي. حد يقول لي يا عم لا، تقول لا هو ده صح، يعني ما بتكلمش كلام، يعني ما بجيبش حاجات من الخيال، لا فعلا مؤثر بشكل كبير على اللعيبه نفسيا، على الجهاز الفني، على النادي عموما كله. غياب المستشار مرتضى اكيد 100%، ده عامل نفسي كبير جدا، وعامل يعني نقول يعني نوع من انخفاض الروح المعنويه، وده اللي انا شايفه في الملعب. انا شايف لعيبه يعني ما يعني ما فيش يعني انا شفت ماتش الترجي، انا يمكن لو عملنا مقارنه بين الترجي وما بين الماتش اللي ماتش النهارده، لا فرق شاسع في الدوافع، في الحركه، في التحرك في اللعيبه، في التشكيل، في التغييرات، في النخوه في الملعب، حاجات كتيره جدا ما كانتش موجوده النهارده، كانت موجوده الماتش اللي فات. طب ليه ما مش موجوده على طول؟ ما اعرفش، اسباب كتيره جدا. لكن انا بدعو جمهور الزمالك بالهدوء لغايه يوم الجمعه، نشوف الجمعه هيحصل ايه. اكيد طبعا هناك متابعة جيدة من رئيس نادي الزمالك مصطفى مرتضى للأوضاع داخل نادي الزمالك، وأكيد هيبقى فيه تطورات الفترة اللي جاية، الله أعلم إيه هي، أنا معرفش. لكن موجود طبعا أحمد مرتضى، موجود أمير مرتضى، موجود طبعا باقي أعضاء مجلس إدارة، كابتن جمال عبد الحميد، دعبس، كل الناس اللي موجودة في نادي الزمالك. أكيد طبعا هيبقى فيه تعليمات، هيبقى فيه متابعات بالنسبة ل الفريق الاول نادي الزمالك الفتره اللي جايه، الله اعلم ايه اللي هيحصل. لكن بالطبع لازم وقفه، لازم وقفه مع الجهاز الفني، لازم وقفه مع اللعيبه، لازم وقفه مع كل الناس المنوطه ب الناحيه الفنيه في الـ في الـ في الـ في تيم الزمالك. الناحيه الفنيه مش ولا بد، وانا قلت قبل كده، قلت السياسه نفسها اللي بيتبعها المدير الفني مش موجوده في اي كتاب بصراحه. يعني انا النهارده دايما كنت بنادي وقلت الكلام ده قبل كده في مرات عديده، ان انا النهارده عندي مباراه السبت مثلا، ايه المانع ان يوم الاحد تعمل ماتش ودي مع المجموعه اللي ما لعبتش، ان شاء الله تلعب مع الرديف في نادي الزمالك اللي هو فريق 2001 مثلا، تجمع مجموعه من هنا، توقف اللعيبه دي على رجليها. انت مش مقتنع ببعض اللعيبه، طب وافقت انهم يخشوا ازاي؟ ليه؟ يعني النهارده مثلا انت بتنزل، معلش انا بتكلم كوره يعني، انت بتنزل نضاي مكان الجزيري. طب شعور الراجل الفرود اللي قاعد احتياطي بره ده، انت خسرته نفسيا على الاقل، ونفسيا دي بتقتل. يعني لو انت بدنيا نص ونص ونفسيا عالي، لا دي تشيل دي، بالعكس ده النفسي يشيل البدن بشكل كبير جدا، بتيجي على نفسك زي ما بيقولوا. لكن انت لو نفسيا واقع وبدنيا كويس مش هتقدر تأدي، فانت خسرت الراجل الفرود اللي قاعد ده. ما تنزله يا عم، يمكن ما يعني مش فاهم انا، ما تنزل الراجل سامسون ده، ده قعدوا ليه احتياطي؟ مش كان موجود يا جماعه النهارده بقى سامسون في الاحتياطي؟ هلا. طب انت بتنزل ابراهيم نضاي لاعب نص ملعب او طرف يمين او طرف شمال مكان فيرود، الله. طب والراجل اللي قاعد بره ده نفسيا انت ضعت خلاص، ده اتسقط منك على الاقل ماتشين ثلاثه،
ما خلاص بقى، ما انت ما عندك، ما هو وصلت ان انت ما عندكش ثقة في اللعيب. انا كنت مدرب كنت بعمل كده. طيب ده كان كلام الكابتن طارق يحيى بعد مباراة نادي الزمالك ونادي انبي، وبيفجرها وبيعلنها رسميا قرارات ثورية داخل نادي الزمالك وتخص الجهاز الفني، ومصير فيريرا معلق حتى الجمعة القادم. في حالة خروج نادي الزمالك من الماراثون الإفريقي سيتم إقالة فيريرا رسميا، والبديل مفاجأة لن تتوقعها سوف نعلن عنها في الفيديوهات القادمة. خلاص المستشار مرتضى منصور على أبواب الخروج من السجن والعودة لرئاسة نادي الزمالك، وهيكون في تدخل قوي قوي جدا من المستشار مرتضى منصور. لعيبة مستهترة، لعيبة ما عندهاش دم بتلعب امبارح قدام نادي انبي، ولعيبة تحس ان هم موظفين. دي مش لعيبة كرة قدم يا جماعة، حقيقي دي مش لعيبة كرة قدم. سيف الدين الجزيري ده من بداية الموسم زي الزفت، ما لعبش غير في مباراة الترجي اللي فاتت، والجون الحسنة الوحيدة الجون اللي جابه في نادي الترجي. حسام عبد المجيد مستواه متراجع جدا، محمد عبد الغني مش عارف شارب ايه، احمد فتوح من بعد الواقعة بتاعته بالمخدرات مع المستشار مرتضى منصور وهو مستواه متراجع، بعد ما كان افضل باك شمال في الوقت الحالي في مصر، احمد فتوح مش موجود نهائي. كمان نبيل عماد دونجا، دونجا ده كان في بيراميدز، يعني انا بقول لك لو كان في الخير ما كان رمى طير. يعني انت جاي نادي الزمالك تمرضنا وتمشي، ولا انت جاي تعمل ايه؟ يوسف اسامه نبي او سيف فاروق جعفر، انتوا لعيبه لسه صغيره، ما تتغروش، انتم لعيبه لسه صغيره جدا، فمش لازم تعملوا كده، يعني سيب الحكم يدي قراراته. يعني سيف فاروق جعفر راح امبارح للحكم يعني اعترض عليه، خد انذار من الهوا. يعني كل اللعيبه الكبار الخبره اللي في الفرقه ما راحتش ولا اتكلمت، انت يا صغير اللي انت لسه طالع رايح تتكلم، اديك خدت انذار من الهوا. نتمنى التوفيق لنادي الزمالك ولعيبه نادي الزمالك الفتره اللي جايه، وبنتمنى ان هم يعملوا نتيجه ايجابيه، وهو الانتصار على شباب بلوزداد لاعاده الحلم والامل للصعود لدور المجموعات لدوري ابطال افريقيا، وكمان بنتمنى الانتصار لنادي الاهلي وخساره نادي الهلال من نادي سان داونز، حتى يعيد الامل ايضا لجمهور النادي الاهلي وجمهور نادي الزمالك اللي هم حطوا نفسهم، اللعيبه حطت نفسها في مواقف يعني مش عايز اقول مواقف يعني حرجه جدا. اتمنى من الله ان اكون وفقت في هذه الحلقه، لو عجبك الفيديو اعمل لايك للفيديو وشيره في كل مكان عشان يوصلك كل اخبار نادي الاهلي ونادي الزمالك. اشوفكم على خير، مع السلامه.